الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس التونسي يبحث مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية الوضع العام في البلاد. السلطات العراقية تعلن القبض على 20 إرهابياً خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة من البلاد. الحادية عشرة صباحاً، التاسعة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيغا. وفي اجتماع آخر مع قائد الجيش اللبناني، أكد الرئيس السيسي أن الجيوش الوطنية هي العمود الفقري الضامن لاستقرار وتماسك الدول. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور جيمس واني إيغا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية والوفد الوزاري المرافق له، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الخارجية والموارد المائية والري والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الدولي والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سيلفا كير، مؤكداً سيادته التقدير الذي يكنه للعلاقات الوثيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان، والتي تجسدت في زيارة سيادته إلى جوبا في شهر نوفمبر الماضي، معرباً عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين حالياً في القاهرة، وهو ما يؤكد الاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يجعلها نموذجاً يحتذى به للشراكة التنموية بين دول حوض النيل. كما أكد السيد الرئيس عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعدة، خاصة في المجالات التنموية، وللاستفادة من الخبرات الرائدة لمصر في دفع عملية التنمية في قطاعات الإنتاج الزراعي والري والصحة والتعليم وغيرها، وإطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والبترول، معربا سيادته في هذا الإطار عن اعتزاز مصر بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال شهر يوليو الجاري، بما يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدما في إنشاء فرع جامعة الأسكندرية بجنوب السودان. كما شدد السيد الرئيس على حرص مصر على مواصلة بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان كدعامة أساسية وحتمية لأي جهود للتنمية. من جانبه، نقل السيد إيغا تحيات رئيس سيلفا كير إلى السيد الرئيس، معرباً عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمناً التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية والبناء والتقدم في جنوب السودان. كما أعرب السيد إيغا عن الامتنان لمصر حكومة وشعبا عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في جنوب السودان، خاصة مع الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها جوبا، والتي تمثلت في الفيضانات واجتياح الجراد وتفشي جائحة كورونا، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة، بما يعكس الأواصر والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين. كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، مشيداً في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان، والتي تأتي في إطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية، وكذلك دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي.
اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية وكذلك الحفاظ على الأمن المائي المصري. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى جانب السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالعماد عون في زيارته لمصر في إطار المباحثات مع السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكداً سيادته الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية، حيث ثمن سيادته الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك واستقرار الدول. من جانبه أعرب العماد عون عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا إلى سيادته تحيات الرئيس اللبناني ميشيل عون، ومؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات امتدادا لدور مصر المحوري لحفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها. اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات. ناقش وزير دفاع الفريق أول محمد زكي مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون العسكري، وأعرب وزير الدفاع عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك. ومن جهته أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي. وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة. يترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة. انطلق البرنامج التدريبي الصيفي لشباب الدارسين المصريين بالخارج في الهيئة العامة للاستثمار ضمن برامج التدريب الذي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية والشركات الخاصة في مجالات متعددة.
يهدف البرنامج إلى توفير الخبرة العلمية والعملية والميدانية المطلوبة للدارسين بالخارج بالتعرف على طبيعة العمل داخل هذه المؤسسات. وأوضحت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أن 17 دارسا حصلوا على فرصة التدريب بهيئة الاستثمار وفق تخصصاتهم العلمية، مشيرة إلى أنه تم تقسيمهم لأربع مجموعات للتدريب بأربعة قطاعات مختلفة بالهيئة. عقد الرئيس التونسي قيس سعيد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية عليا. وبحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية فإن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد. هذا وقال رئيس التونسي قيس سعيد إن الإجراءات الاستثنائية بشأن الأموال المنهوبة ستطبق مهما كان الثمن. وأضاف خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة أن عدد الذين نهبوا أموال تونس هم 460 شخصا وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، مشيرا إلى أنه يمتلك قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة، وأنه سيصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاعها. عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 بناء على هذا التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. هذه الأموال الموثقة بالأسماء، وكان عدد هؤلاء 460، والمبلغ الذي كان مطلوبا منهم والرقم من أحد رؤساء الحكومات السابقين، وبناء على هذا التقرير 13,500 مليار. هنا كنت دعوت إلى صلح جزائي، ليس هناك أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان ولا المس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكل رجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب. هذه الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء ولدي قائمة في الأسماء يجب أن تعود إلى الشعب التونسي، وسيتم إصدار نص في هذا المجال حول إبرام صلح جزائي مع هؤلاء المتورطين في نهب المال العام. كما أعلن رئيس تونس أن البعض حاول يوم الثلاثاء إتلاف الوثائق المتعلقة بالأموال المنهوبة، مشددا على أنه من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية كاملة أمام القضاء. من يتصور اليوم كما حاول البعض يوم أمس إتلاف بعض الوثائق فهو واهم، ومن يريد إتلاف بعض الوثائق في أي محكمة أو في أي إدارة سيتحمل المسؤولية أمام القانون. ولا أريد كما قلت التنكيل بأي كان، المهم أن تعود هذه الأموال إلى الشعب التونسي. إذن المحور الأول هو الخطاب موجه إلى تجار الجملة والتفصيل، وخاصة مسألة المسالك التوزيع إلى آخر ذلك، عليهم أن يكونوا في مستوى هذه المرحلة. إذن لا زال الوضع في تونس يتصدر العناوين الرئيسة لعدد من الصحف والمواقع الدولية، وذلك في ظل القرارات المصرية التي اتخذها رئيس قيس سعيد لتصحيح مسار البلاد.
تتصدر التطورات في تونس العناوين الرئيسية بوسائل الإعلام الدولية، وتحت عنوان ماذا يحدث في تونس قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن التطورات الأخيرة هي نتاج التخبط طويل الأمد الذي شهده مجلس النواب وأدى إلى تعقيد المشهد السياسي، وخاصة فيما يتعلق بالخلافات حول التعيينات الحكومية ووصول الأمر إلى طريق مسدود. وأضافت الجارديان أن الرئيس قيس سعيد لم يواجه معارضة في الشارع التونسي حينما أعلن إجراءاته، لأنه يحظى بدعم واسع النطاق من الشباب التونسي، متفوقا على أي شخصية أو حزب سياسي بهامش كبير. ومن جهتها سلطت صحيفة بلومبرج الضوء على الاتهامات الموجهة لحركة النهضة في تونس بعد أن أثبتت التحقيقات أنها تلقت تمويلا أجنبيا في انتخابات 2019، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد بداية لحملة واسعة ضد الفساد بدعم من الرئيس قيس سعيد الذي تم انتخابه على أساس برنامج وطني وضع مكافحة الفساد في أولوياته. أما صحيفة لوسوير الفرنسية فقد أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيد تجاوب مع الغضب الشعبي المتنامي ضد الأحزاب في مجلس النواب والحكومة، خاصة بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا. ومن جهتها قالت صحيفة الوطن الناطقة باللغة الفرنسية أن الرئيس التونسي اعتبر أن شعبه في خطر وشيك، وقرر على الفور إقالة الحكومة وتجنيد مجلس النواب بناء على دعوة الشعب التونسي الذي خرج في مظاهرات بالشوارع رافعين هذه المطالب. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة النهضة التي تستحوذ على ربع مقاعد المجلس تسببت في تحويله إلى جسد مشلول ويشوبه فضائح الفساد. أعلنت السلطات العراقية القبض على 20 إرهابيا خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة من البلاد، كما أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول أنه تم إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية في شمالي العاصمة بغداد. ذكرت مصادر أمنية عراقية أن صاروخين على الأقل سقطا على المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، وأوضحت المصادر أن القصف لم يسفر عن سقوط أي إصابات. هذا وأعلن الجيش العراقي أن مروحية عسكرية تابعة له تحطمت خلال عملية قتالية في شمال البلاد، وأوضح الجيش أيضا في بيان أن الحادث أدى إلى مقتل 5 أفراد هم طاقم المروحية، ولم يحدد البيان ما إذا كانت المروحية تحطمت بسبب نيران معادية أم عطل فني. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 حالات، إضافة إلى خروج 212 متعافيا من المستشفيات. وأوضحت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا بلغ 284,128، من ضمنهم 228,836 حالة تم شفاؤها و16,507 حالات وفاة. وفي الهند أعلنت السلطات فرض إغلاق كامل على إحدى الولايات لمدة 2 يوم، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. يأتي هذا بعد أن سجلت الولاية أكثر من 22,000 حالة إصابة جديدة بكورونا، إلى جانب 131 وفاة. حذر كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني من سرعة تفشي كورونا في العاصمة طوكيو. يأتي هذا التحذير في وقت سجلت فيه العاصمة اليابانية أكثر من 3,000 إصابة جديدة بالفيروس، وعزى الخبراء ذلك إلى انتشار سلالة دلتا الأكثر عدوى. فتح القضاء البلجيكي تحقيقا جنائيا في الفيضانات القاتلة التي ضربت البلاد وأدت إلى وفاة 41 شخصا
وقال مكتب الادعاء إن التحقيق قد يسفر عن توجيه الاتهام لمسؤولين بارتكاب جرائم قتل غير متعمدة عن طريق الإهمال أو الفشل في إنجاز الوظائف التي كلفوا بها. أصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي عاقب زلزال بقوة 8.2 درجة ضرب شبه جزيرة ألاسكا. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً وأن نظام التحذير من حدوث تسونامي يشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية والواقعة في المحيط الهادئ. الآن مشاهدينا وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية. بحثت وزارة الري مع نظيرتها بدولة جنوب السودان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وخلال لقاء وزير الري محمد عبد العاطي مع نظيره بدولة جنوب السودان منوى بيتر، تمت متابعة موقف المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين. وصرح عبد العاطي بأن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة، تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية. ومن جانبه أعرب بيتر عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين. أعلنت وزارة الإسكان قيام جهات التمويل باستقبال العملاء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة الصادرة من البنك المركزي لمحدودي ومتوسط الدخل. وأكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس لتوفير المسكن الملائم لمحدودي ومتوسط الدخل بقروض تمويلية ميسرة للغاية وأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل. انخفض معدل البطالة في إسبانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث قامت الشركات بتوظيف المزيد من العاملين بعد تخفيف قيود كوفيد-19. هذا وأوضح المعهد الوطني للإحصاء الإسباني أن معدل البطالة انخفض إلى 15.26%، ولا يزال معدل البطالة أعلى بكثير من معدل 13.78%، وذلك المسجل في الربع الرابع من عام 2019 قبل أن يضرب الوباء إسبانيا. كانت وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو قد صرحت وقالت بأن الحكومة تتوقع انخفاض معدل البطالة إلى 15% بنهاية هذا العام وإلى 14% في 2022. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع متابعة آخر مستجدات جائحة كورونا وسط مع تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ يناير لعام 2020، وذلك في الأسبوع الماضي. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 96% لتصل إلى مستوى 75 دولاراً و46 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس بأكثر من 1% عند مستوى 73 دولار و25 سنتا للبرميل.
الآن مع أخبار الرياضة ونستهلها بالطبع بأولمبياد طوكيو. وصلت بعثة المنتخب الوطني الأولمبي مدينة طوكيو استعداداً لمواجهة البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية. كان منتخب مصر اقتنص بطاقة التأهل بفوزه على أستراليا بهدفين دون رد في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متفوقاً بفارق الأهداف عن المنتخب الأرجنتيني. يلتقي منتخب مصر لكرة اليد صباح غدا الجمعة نظيره السويدي في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في أولمبياد طوكيو. هذا ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة ب4 نقاط من فوزين وخسارة واحدة خلف كل من المنتخبين الدنماركي والسويدي. أصبح نجم المنتخب الوطني لكرة اليد أحمد الأحمر الهداف التاريخي لمنتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية بعدما أحرز 8 أهداف في شباك المنتخب الياباني ليصل رصيده من الأهداف إلى 83. شهد مطار القاهرة استقبالاً حافلاً من الجماهير المصرية لبطلي مصر سيف عيسى وهداية ملاك عقب وصولهما من طوكيو بعد الحصول على برونزيتين في التايكوندو في دورة الألعاب الأولمبية. هذا وصعد اللاعبان إلى أوتوبيس مكشوف أمام صالة الوصول بمطار القاهرة تكريماً لهما. كنت اتوقع ان انا ان شاء الله اجيب ذهب وكنت بشتغل على ده، ربنا ما اردش وكان الموضوع يعني ما كانش اسهل حاجه. طبعا مصر تستحق الذهب وان شاء الله المره الجايه ربنا يكرمني واجيب لها الذهب، والحمد لله رب العالمين ربنا رجعني مجبور الخاطر وافرح الشعب ده كله ميداليه برونز الحمد لله رب العالمين. التدريب زي كل الناس اللي زي 16 لعيب اللي بيلعبوا احسن 16 لعيب في العالم زيهم، بس الحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا احنا في الاخر الحمد لله. كنت بشجعه طول الوقت، اي حاجه كان بيحتاجها مني كنت بدعمه فيها، واهم حاجه متهيالي دوري كان الدعاء، يعني الدعاء لان هو في الاول والاخر السبب في الماديه وربنا سبحانه وتعالى. اذن مشاهدينا تنتهي هذه النشره، لم يتبقى سوى تذكره بعناوينها. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت بالتوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان قواعد ملء وتشغيل سد النهضه. الرئيس التونسي يبحث مع أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وقيادات أمنية الوضع العام في البلاد. السلطات العراقية تعلن القبض على 20 إرهابياً خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة من البلاد. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. إلى اللقاء.